بلاني مع الاكتئاب جاء من بعد ما كنت ناشر للمحتوى على اليوتيوب، وكنت كنشر الا كنتو كتعرفوا تعرفونا او لا تعرفونا متابعين جدد او قدامى، كنت كنشر ثلاثه الحلقات الى باقي تعقلوا بشكل اسبوعي، يعني من سنه 2009 الى سنه 2018 وانا كنشر ثلاثه ديال الحلقات. وخاص دائما اذا كنتو تذكروا ان كانت حلقه يوم الاثنين هي الحلقه اللي كتفرقع، هي الحلقه اللي كيتسناوها المغاربه، هي ماشي المغاربه العرب، لانه كنت نهضر غير باللغه العربيه الفصحى ماكنتش نهضر بالدارجه، سو كلشي كيتسنى هذيك الحلقه، وخصني دائما كنت تحت التطلعات. هادشي خليه الضريبات اللي كنت ندير في الويب ولا ما علينا، حركت راسي، عطي شنو هي، عطي الوالده ديالك الامهات اللي كيتفرجوا فينا تيوحلوا غير بين الفطور، خص العشاء ديال اليوم ماشي هو الغداء، والغداء خص ديال اليوم ماشي يكون هو ديال الغداء، ما يمكنش لينا كل نهار ناكلوا حنا اللحم بالبرقوق، خصني نتنوع. تصور واحد السيد خاصو يعطيك ديما حلقه ما تتشبهش اختها من 2009، يعني واحد التماره كبيره. هي كان عندها كنت كنحرق راسي في الخدمه، كنحرق راسي في الخدمه، وكنت يمكن هادشي اول مره غادي نعاودو حصري، كنت اقسم بالله كانت الحلقه هي كتنشر نهار الاثنين، اقسم بالله كان الوجع كيشدني نهار السبت، الوجع كاريمون الوجع. تزوجت، مرتي ولات كتعيش معايا، وليت انا مكتئب دابا، ولات داخله معايا في داك تصور انه انا الاسبوع كان تيتحكم ليا بنهار الاثنين. الا نشرت الحلقه نهار الاثنين وفرقعات صافي السيمانه كلها حنا ناشطين والعائله ناشطه مرتي وانا ناشطين، الا نشرت الحلقه نهار الاثنين وما نجحتش ليا كان مرض كاريمون كان مرض، يعني انا السيمانه عندي نهار الاثنين تحكموا عليها لي في، تصور حياتي ولات محكومه بلي في لدرجه انه صافي بقيت شويه دخلت في الاكتئاب، تسبب لي هذاك الشيء اكتئاب صافي، ملي وليت حسيت براسي هذا صافي وانا صافي حيدت بالك.